عبد الله من الخارج معنا على الخط، تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم. يا شيخ انا عندي سؤال. تفضل. انا اشتريت عقار قيمته 1,600,000. المبلغ اللي راح امل من المشتري 1,400,000، يتبقى 200,000 اتفقت انه يعني ياخذها من الاجار ويصير فيها فائده له، يعني 250,000 220,000 فيها شيء يا شيخ؟ ياخذها ايش؟ ياخذها من الاجار. ايه؟ اجار البيت. ايه. اي نعم. وياخذ زياده؟ يعني انا راح اوصل له 1,400,000 وقيمه العقار 1,600,000. ياخذ زياده على البقيه؟ ياخذ 200,000 المتبقيه ويقول انا ممكن اخذها 250,000. لا ياخذها فقط ولا ياخذ عليها زياده. ياخذ ال 200 فقط. اي نعم. من الاجارات. نعم. ولا فيها اي شيء. بارك الله فيك. شكرا لك.